حاليا حضرتك بافتتاح فيلم رجل الثورة اللي هو أنت بطل هيدا الفيلم، نحكي عن هيدا المشاركة. الحقيقة هي أنا بالنسبة لي هي أول مشاركة سينمائية إذا بدك، يعني أنا أول مرة اشتغلت فيلم سينما، فكانت فرصة حلوة إني أشتغل أول تجربة سينمائية بفيلم بيحكي باللغة الإنجليزية، يعني دوري أنا باللغة الإنجليزية. هذا كان إغراء. الإغراء الثاني كان إنه الحقيقة الشغل مع الأستاذ نجدت هو مغامرة دائما، يعني الأستاذ نجدت دائما حدا بيعمل جدلية بالشيء اللي بيساوي. والشغلة الثالثة هي نص الحقيقة اللي كاتبه الأستاذ حسن ميمي يوسف، نص مثير جدا للاهتمام، في أفكار كثير حلوة، لما قريتها حبيتها كثير وحبيت تكون موجود. حضرتك العمل بنعرف بدراما سورية تناولت الأزمة، كمان هيدا السينما عم تتناول الأزمة السورية، أنت كفنان وكممثل ومخرج، أي درجة بتشوف الرسالة ممكن توصل أو الفكرة ممكن توصل من خلال هيدا الأعمال؟ بالنهاية هي وجهة نظر أخرى، هي منبر آخر ليتقدم فيه شو الناس بتفكر بالمكان، بقلب المكان، بقلب الحدث. ومثل ما الناس كلها عم تحكي عنا، يعني كمان طبيعي انه يلتقى نحن ناس من عنا تحكي عنا، تحكي يعني كمان عنا، وبينترك للزمن وللتاريخ الانصاف المحق من الحق من الباطل. طلع خبر انه انت حتعتزل على هيدا القرار، بعدين نعرف انه في مشروع يمكن هو مغامرة حضرتك قمت فيها، مشروع فني خاص بحضرتك، ممكن ملامح عامة؟ فني خاص بحضرتي، انا عم بشتغل مع كتلة، مع مجموعة كتير مهمة، مع ناس عم تشتغل على بلاتفورم أجنبي، بلاتفورم عربي، على طريقة نتفليكس على النت، بيعمل دراما وبيعمل سينما وبيعمل إنتاج، وأنا يعني كثير فخور بإني أكون جزء من هذه المجموعة اللي عم تشتغل هذا الشيء. هو مشروع بيشبه شغلنا، يعني قريب من شغلنا، ولكن بخليني بعيد شوي عن الشغل اللي أنا ما عم بكون مقتنع فيه.